الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذا اليوم الحصة الرابعة في إطار سلسلة من التمارين يتعلق أمرها بحساب النهايات كالكول دي ليميت. إذا حصة اليوم غادي نخصصوها للصياغة المثلثية لي فونكسيون تريغونوميتريك. إذا على بركة الله، إذا عندنا أول عملية كالكول لا ليميت ديال 4 كوس كاري اكس سور 1 موان سين دو اكس كون اكس تنفير بي سور 2. اذا عاده في البدايه كنعوضوا اكس بالقيمه ديالها، نشوفوا شنو غيتعطينا، واش عندنا حاله ديال فورم ديتيرميني او حاله عاديه. اذا نبداو. اذا كوسينوس ديال بي سور 2 معروفه هي 0، دونك هنا غتكون 4 في 0 0. سينوس ديال بي سور 2 ايتيغال 1 1 موان 1 0، دونك هادي حاله ديال فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني، دونك خصني نرفع هاد الحاله هادي. دونك اون دو ليفي سيت انديتيرميناسيون. دونك عندنا هنا سياق، اذا كوس كاري اكس، وهنا عندي ان موان سينوس دو اكس. اذا دائما نشوف نقارن، دائما نلاحظ نقرا المعطى مزيان ونلاحظ ونشوف باش نلقى شي مدخل. اذا تيبان لي بان كوسينوس كاري اكس هو اللي غادي نحاول نكتبو بشكل اخر. اذا عندنا واحد القاعده كتقول لك كوسينوس كاري اكس بلس سينوس كاري x est égal à 1. Donc cos carré x est égal à 1 moins sinus carré x. Donc on va dire on va écrire بعد الصيغه المجدده وجديد. اذا ليميت ديال x tend vers pi sur 2 ديال 4 cos carré x sur 1 moins sinus x est égal. اذا لا ليميت ديال اكس طون فير بي سيو 2 4 في، اذا هذيك كوس كاري اكس غادي نعوضها بهذه 1 موان سينوس كاري اكس. سور 1 موان سينوس دي اكس. اذا كتبان بدات الملامح ديال العمليه، المخرج كيفاش غادي يكون. اذا هنا عندي ان موان سينوس دو اكس، والفوق عندي ان موان سينوس كاري اكس. اذا هنا ان موان سينوس كاري اكس هذه بحال متطابقه هامه على شكل ا اس 2 ناقص بي اس 2 باردون، تعطيني ا ناقص بي في ا زائد بي. دونك هنا عندي أ هي واحد و ب هي سينوس دو إكس، غادي نكتبها أن موان سينوس دو إكس فوا أن بليس سينوس دو إكس. دونك كنجي نعوض هنا إيتيغال، دونك غادي شي قد هنا نرجع للسطر، إيتيغال على ليميت ديال إكس طون فير بي سيغ دو كاتر. واذا 1 موان سينوس كاري اكس غادي نعوضها بهذه، هاد الصيغه هذه كامل ايتيغال 1 موان سينوس دو اكس فوا 1 بلس سينوس دو اكس سور 1 موان سينوس اكس. داكور، دونك نكتبها هكذا. اذا هنا مادام عندي هنا اكس طونفير جوار بي سور 2، دونك هنا ان موان سينوس غادي نختزل بها، نختزل دونك نختزلو بواحد اللون مغاير باش يبان لكم. دونك غادي نختزل بهذه، غادي يعطيني يساوي لا ليميت ديال اكس طون فير بي سور 2، والفوق غادي يبقى لي 4 و 1 بلس سينوس دي اكس على واحد، يعني غادي تمشي. اذا يساوي، دونك هنا نعوض مباشره بي سور 2
est égal 4 fois pi sur 2, يعني هنا 1 زائد sinus pi sur 2 واللي غادي تعطيني 4 في 1 sinus pi sur 2 هو 1 1 زائد 1 هي 2 دونك 4 في 2 يساوي 8 إذا لا ليميت ديال x ديال ليكسبرسيون ديال 4x carré x sur 1 moins sinus x quand x tend vers pi sur 2 est égal à 8. Est égal à 8. Et de l'amal tania, nefs l'amalia, et de l'gadin n'aouad x bilkima dialana, pi sur 6, sinus pi sur 6, il y a 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça va 0. Le tête, pi sur 6, ça va cosinus de pi sur 6, il y a racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2 au carré, il y a cos carré x. Racine de 3 sur 2 au carré, ça va 3 sur 4. Ou 4, 3 fois 4, 3 sur 4 fois 4, ça fait 2 sur 4, il y a 3. 3 moins 3, c'est 0. Donc, on a dit que c'est une forme indéterminée. Donc, il faut penser comment on lève cette indétermination. Donc, il y a une relation. Je vais vous montrer la relation de la distance. Il y a une relation de donc, la limite x tend vers pi sur 6. L'expression comme là, itnani sinus de x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3. Donc, tebelli, il faut que m'en dis chim chrej sinus moins 1, et on va dire chouf l'abfad cos carré x. Arba, fi cosinus carré x, on va dire que t'ba. غادي نكتبها اذا الصيغه اللي درنا قبيله هنا ديال كوس كاري اكس بلس سينوس كاري اكس دونك غادي تعطيني نعوضها ب 1 موان سينوس كاري اكس موان 3 ايجال اذا هنا التقنيات اللي استعملنا هنا استعملنا التقنيه ديال لي زيدونتيتي تريغونوميتريك بالاضافه الى قواعد التعميل قواعد التعميل دابا هنا اذا الحصه الاولى هضرنا على هذه القواعد ديال التعميل والنشر اذا نفس الشيء هنا اذا يساوي لا ليميت اكس اون فير بي سور 6 اذا غادي نخلي 2 سينوس اكس موانزا هنا غادي نديفلوبي 4 فوا صافي 4 فوا 1 صافي 4 موان 4 sinus carré x moins 3. Donc, il sait oui. Ma limite x tend vers pi sur 6. Et donc, on va essayer de je dois réduire cette expression. 2 sinus x moins 1. Hna. Donc, on a 4. 4 moins, moins 4, là, moins. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc on a bien besoin. Je dois réduire. Moins 4 sinus carré x. Donc d'ailleurs, on dit là, qu'est-ce que vous avez besoin? هذه على شكل مطابقة هامة A موان 4 سينيس كاري X هي 1 موان 2 سينيس دو X الكل أسي 2 داكور إذن غادي يعطيني 1 موان 2 سينيس دو X A موان B ف
fois a plus b, a plus 2 sinus de x. Donc, il faut qu'on dit 2 sinus x moins 1. Donc, il est l'alpha. Donc, il sait oui, la limite x tend vers pi sur 6. Et 2 sinus x, donc on a 4 lahdo, on dit 1 moins 2 sinus de x. Donc on a 2 sinus x moins 1, ممكن نكتبها هكذا تساوي موان خرج ندير واحد الموان هنا موان 2 سينوس دو اكس فوالا لاحظوا هنا موان ا موان بي ايت ايغال ا موان ا بلس بي اذا عندي موان ا بلس بي داكور ا موان بي ا موان بي est égal à moins a plus b a et moins a plus b. Il reste à mettre là, ou le tâche de l'écrire, à l'âge qu'il est retourné. 1 moins 2 sinus x fois 1 plus 2 sinus x. D'accord? Donc, on va essayer de le faire. Il est fait que je vais faire باش تقرب يكون المفهوم اكثر. داكوغ دونك هنا غادي نختزل مادام هنا عندي اكس طونفير في جوار غادي نختزل بهذه. دونك شنو غادي يبقى تما ايتيكال لا ليميت x envers pi sur 6 ديال من اذا الفوق غادي يبقى لي موانز 1 والتحت غادي يبقى لي 1 بلس 2 سينوس دو x ايت ايغال اذا غادي هنا دابا غادي نعوض مباشره اذا تساوي موانز 1 الفوق والتحت عندي 1 بلس 2 sinus pi sur 6. Donc on a ça là. Il est oui, moins 1. Il est le tâtre de quoi on dit 1 plus 2 sinus pi sur 6 ou 1 à la juge. Donc on va dire moins 1. Ou le tâtre juge à la juge 3 à 0. Il y en a 1, 1 à 1, 1 à 2. Et sinus. La fois limite de l'expression il y a 2 sinus x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3 et moins 1 demi quand x tend vers pi sur 6. Bon, la delta ou calculer la limite de l sinus x moins cosinus de x sur tangente x moins cos cotangente x et quand x tend vers pi sur 4. Pi sur 4, il y a zawiya ديال 45 درجة. إذن عادة ناخذ بي سور 4 ونعوضها هنا في البسط والمقام ونشوف شنو غادي يعطينا. أحيانا تكون عندنا ربما تكون عندنا هنا معرفة. إذن بي سور 4 سينوس دو بي سور 4 هي راسين دو 2 سور 2 ونعرفوا بأن كوسينوس بي سور 4 إت إيغال سينوس pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc, tangent d'iel pi sur 4 est sin al cos. Bimana, il y a racine de 2 sur 2 sur racine de 2, il y a 1. Ou le contangent, il y a l'ex. Cosinus pi sur 4 sur sinus pi sur 4, il y a un mètre de 1. Il y a un cotangent, il y a un mètre de 1. إذن هنا واحد ناقص واحد غادي يكون عندي صفر وهنا واحد ناقص واحد غادي يكون عندي صفر دونك هنا سيت اون فورم انديتيرميني داكور إذن غادي نحاول نشوف كيفاش غادي نرفع هاد الحالة ديال عدم التحديد
إذن غادي نشوف كيفاش غادي نرفع هذه الحالة ديال عدم التحديد باستعمال الصيغ المتاحة والممكنة. إذن تيبان لي سينوس إكس موان كوسينوس غادي تبقى هكذا. إذن هنا غادي طونجونت إكس غادي نحاول نكتبها باستعمال صيغة أخرى، يعني سينوس إكس على كوسينوس إكس، وهنا المقلوب ديالو. داكو، إذن لا ليميت ديال إكس طون فير ديال ليكسبرسيون دوني فير بي سور 4، كون إكس طون فير بي سور 4 ليكسبرسيون هي سينوس دو إكس moins cosinus de x tangente x moins cotangente x la limite x tend vers pi sur 4 هنا غادي نكتب sinus de x moins cosinus de x لتحت غادي نكتب sinus de x sur cosinus de x moins donc moins يكون هنا Pour la tangente, il y a cosinus de x, c'est l'inverse de la tangente sur sinus de x. Et ça dit le chotwa l'oula. Le chotwa tenia, on va dire égal, mais à dire que la tenue à la chotte radi, il y a des gens qui ont besoin de stammer le PowerPoint, le bachik qui est qu'on voit pas. Lequel PowerPoint ou un bel dialo boutaïb. لهذا احيانا نبغيو نصطرحوا نستعملوا الطابليت. اذا سينوس دو اكس غادي نخليها كما هكذا موان كوسينوس دو اكس. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نوحد المقام. اذا المقام موحد هنا هو كوسينوس اكس سينوس اكس، دونك سينوس اكس في سينوس اكس غادي يعطيني سينوس كاري اكس. اذا بحال اللي عندي هنا A sur B plus C sur D. إذن باش نوحد المقام ديالهم B fois D وهنا A في C دونك أنا عندي موان دونك غادي ندير هنا موان الفرق بس هي اللي غادي نستعمل هنا. هذا ديال السنة الأولى إعدادي. إذن كوس سينوس كاري إكس اللي هنا كوس فوا كوس B في C على ب في د كوسينوس فوا سينوس اكس دونك يساوي لا ليميت ديال اكس طون فير بي سور 2 بي سور 4 اذن سينوس دو اكس غادي تبقى هكذا سينوس دو اكس موان كوسينوس دو اكس لتحت هنا عندي متطابقة هامة متطابقة هامة اللي هي ومن الأحسن غادي غادي نكتبها بطريقة أخرى تيال إذا غادي نرجع للسطر لا ليميت ديال إكس طون فير بي سور 4 إذا غادي تساوي سينوس دو اكس موان كوسينوس دو اكس هكذا في لانفيرس كوسينوس دو اكس سينوس دو اكس سور هذه سينوس كاري اكس موان كوس كاري اكس. شنو درنا هنا؟ اذا بحال اللي عندي هنايا كانت عندي هنا ا نكتب لكم نوضحها مزيان ا على بي سور سي تساوي A و C سور B في الانفيرس ديال هذا. إذن ها هي A على B سور C دونك يساوي A و C سور B داكوغ دونك يساوي هذه متطابقة هامة A و C 2 ناقص B و C 2 تساوي A ناقص B في A زائد B داكوغ دونك يساوي لا ليميت ديال x طون فير بي سور 4 غادي نخليو هكذا سينوس دو x موان كوسينوس دو x فوا كوسينوس دو x فوا سينوس دو x داكوغ على إذا غادي تكون متطابقة عامة سينوس دو x
moins cosinus de x fois sinus de x plus cosinus de x est égal. Donc, on a dit, on va dire, on va sinus de x moins cosinus x, ma sinus x moins cosinus de x. Donc, je vais dire, ma est égal à la limite. X tend vers pi sur 4 dl cosinus de x sinus de x sur sinus de x plus cosinus de x. Donc, on va dire que pi sur 4 هنا. Donc, cosinus radiatine, mobacharatin, cosinus pi sur 4 fois sinus pi sur 4 à la cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4 est égal. Et donc, cos pi sur 4 gouna, هي جذر مربع 2 على 2 في جذر مربع 2 على 2 على جذر مربع 2 على 2 زائد جذر مربع 2 على 2 يساوي. دونك هنا جذر مربع 2 في جذر مربع 2 صافي 2 جوج في جوج 4 2 على 4 غادي تعطيني 1 على جوج. وهنايا دو جذر مربع 2 على 2 تختزل جوج مع جوج تبقى جذر مربع 2 يساوي 1 على 2 في 1 على 2 في المقلوب ديال هذا. يعني يساوي غادي نضربو هنا في جذر مربع 2 الفوق وجذر مربع 2 في جذر مربع 2 2 في 2 تساوي 4. إذن لا ليميت ديال x طونفير ديال كوس ديال ليكسبرسيون اللي عندنا ديال سينوس دو x موان كوسينوس دو x على طونجونت x موان كوتون x يساوي جذر مربع 2 على 4. ثم نكادريو هذا الريزولتا. إذا أعزائي التلاميذ نقف عند هذا الحد، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إذا غادي نخصو حصة أخرى لهذا حساب النهايات ديال النسب المثلثية، ولكن استعملوا الصياغ الاعتيادية. يلاه ما تنسوش باش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الزملاء ديالكم. بالتوفيق لكم والله يعاون، ودعونا نسألكم الدعاء. يلاه تحياتي.